بد للعين أن ينكسر، ولا بد للعين أن ينكسر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأحواز المنسية. في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن مدارس الأحواز، وسنعمل مقارنة بين الدراسة والمدارس في الأحواز والدراسة والمدارس في المناطق الفارسية، لتعلموا كم هو الفرق الشاسع بين هذه المناطق المظلومة وبين تلك المناطق المدعومة، وليعلم شيعة العرب ما يعمله النظام الإيراني بحق الشيعة والسنة في أرض الأحواز. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، نتحدث وإياكم بمشيئة الله عز وجل عن مجموعة من الأخبار. وقبل أن نتكلم عن الأخبار، المعلوم بأن سلطات الاحتلال الفارسي تتكتم غالبا عن الإدلاء بمعلومات حول أي عمليات للمقاومة الوطنية الأحوازية أو عن أي خسائر تتكبدها قوات الاحتلال. هذا يظهر الخوف الذي يسود بين المسؤولين الفرس من إمكانية اتساع رقعة العمل المقاوم داخل الأحواز العربية وحتى في مناطق الشعوب الغير فارسية. مجددا أرحب بكم وأنتقلوا وإياكم إلى الأخبار فإلى العناوين. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للعين أن ينجلي، ولا بد للعين أن ينكسر، ولا بد للعين أن ينكسر. الاحتلال يدعم المزارعين المستوطنين فقط. السلطات الإيرانية تواصل ممارسة اعتقال أهل السنة. الشركات الصناعية تستثني الأحوازيين من التوظيف. مندوب خامنئي يستدعي شيوخ القبائل الأحوازية. شاب أحوازي ينتحر بسبب حكم الإعدام على والده. أحوازيون يهاجمون مقرا للبسيج. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أعلنت دولة الاحتلال الفارسية عن تقديم 200 مليار ريال على شكل قروض دون فائدة، وذلك للمزارعين المستوطنين في قضاء القنيطرة شمال الأحواز. الهدف من ذلك تطوير الزراعة في الأراضي التي استولوا عليها. وأفادت مصادر مطلعة لموقع النضال العربي لتحرير الأحواز أن العديد من الوعود قد قطعتها مدير دائرة الزراعة في القضاء أحمد زارعي في صدد دعم المزارعين المستوطنين، إذ قال: إننا سنقوم بتوفير كل ما يحتاجه هؤلاء من أسمدة وبذور بأسعار مناسبة، كما سنقوم بتأمين أراضيهم الزراعية لمواجهة التضرر في حال حدوثه مستقبلا. ويمارس الاحتلال ضغوطا جمة على أصحاب الأراضي الأحوازيين عبر منعهم من ري أراضيهم وحظر حفر الآبار، مما أدى إلى إتلاف هذه الأراضي، وبالتالي دفع أصحابها العرب إلى بيعها للحصول على مال من أجل التغلب على الفقر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب.
فعجت بقلبي دماء الشباب. أقدمت السلطات الإيرانية على اعتقال الداعية الأحوازي الشيخ قاسم العبيات بتهمة النشر والترويج لما أسمته السلفية والوهابية، وذلك في الأحواز وفقا للاتهامات الموجهة إليه من قبل محكمة الثورة الإيرانية. وذكرت مصادر مطلعة من الأحواز العربية للخليج أونلاين بأن الأحوازي اعتقل في محطة الباصات في مدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان السني في إيران عندما أراد الشيخ العبيات السفر إلى عائلته في الأحواز. مصادر مقربة لعائلة العبيات الأحوازية أكدت أن الشيخ كان يتنقل بين الأحواز وبلوشستان بسبب الدراسة في مدرسة دار العلوم المكية في مدينة زاهدان التي تعتبر كجامعة إسلامية مصغرة لأهل السنة والجماعة في إيران. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أعلنت شركة الصناعات الفولاذية فولاذ رهينة عن رغبتها بتوظيف المستوطنين الفرس وكذلك اللر في مدينة القنيطرة الأحوازية واصفة إياهم بالمواطنين أو سكان المنطقة كما جاء في إعلانها حسب ما أورده موقع أحوازنا. ويزعم القائمون على الشركات الفارسية في مدينة القنيطرة أن المستوطنين الأجانب هم السكان الأصليون للقنيطرة وكذلك المناطق المجاورة لها، وعلى هذا الأساس يتم توظيفهم باعتبارهم الأهالي الأصليين وفق سياسة المحتل. من الجدير بالذكر أن الأولوية في المشاريع الاقتصادية الكبيرة تعطى دوما لهؤلاء المستوطنين ويبعد عنها الأحوازيون وهم أصحاب الأرض الأصليون. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. استدعى مندوب خامنئي في الأحواز محمد جزائري استدعى شيوخ القبائل الاثنين الماضي، وذلك للاحتفال بأيام الفجر وتجديد البيعة لمرشد الدولة الفارسية. وأفادت مصادر الموقع الإعلامي لحركة النضال أنه بالرغم من رسائل التهديد والوعيد التي أطلقتها دولة الاحتلال الفارسية بضرورة مشاركة كل شيوخ القبائل في الأحواز بهذا الاحتفال، إلا أن أغلب شيوخ القبائل لم يرضخوا لتلك التهديدات وقرروا عدم الحضور. وأوضحت المصادر أنه خلال الاجتماع الذي حضره عدد قليل من الشيوخ ناشد ملا جزائري أبناء القبائل بضرورة دعم الدولة الفارسية لمواجهة المصاعب التي تمر بها جراء العقوبات الاقتصادية وهبوط أسعار النفط ودعمها إعلاميا ومعنويا. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. أقدم شاب أحوازي لا يتجاوز عمره 17 عاما على الانتحار في حي الأحواز أحد أحياء الأحواز العاصمة. كان الشاب الأحوازي سجاد الغزي قد ساءت حالته بعد سماع حكم الإعدام الذي أصدرته محاكم الاحتلال الفارسي ضد والده، مما دفعه إلى الانتحار شنقا، الأمر الذي خلق حالة من الانهيار والصدمة لدى عائلته. يذكر أن محكمة جنائية فارسية أصدرت حكما بالإعدام ضد والد الشاب المنتحر سجاد بتهمة التجارة بالمخدرات. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. قامت مجموعة مسلحة من المقاومة الوطنية الأحوازية بمهاجمة وكر تجسسي لعناصر البسيج وسط ترحيب وإشادة كبيرة من المواطنين الأحوازيين بعمليات المقاومة الوطنية الأحوازية. وأكدت أحوازنا هجوم مجموعة مقاومة أحوازية على مقر العناصر البسيج مساء يوم الاثنين الماضي
أضافت المصادر أن مقاومين أحوازيين كانوا يستقلون دراجات نارية، هاجموا أحد أوكار قوات البسيج الواقع في حي الخبينة في مدينة الأحواز بأسلحة رشاشة وأمطروه بوابل من الرصاص. هذا ولم تتضح أي معلومات عن وقوع خسائر بين عناصر البسيج حتى هذه اللحظة بسبب تكتم سلطات الاحتلال. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الأخبار، ألقاكم بإذن الله بعد فاصل قريب. وعزف الرياح ووقع المطر، وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ حياكم الله مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا المساء. لا شك بأن العديد من الأحوازيين، بل أغلب الأحوازيين، يشتكون من مدارس الأحواز، وكذلك يشتكون من التعامل الوحشي العنصري من قبل النظام الفارسي، وأشد تعامل يتأذى منه كل أحوازي سواء كان معلما أو طالبا داخل أرض الأحواز هو العنصرية، وكذلك فرض اللغة الفارسية منذ مراحل مبكرة. في هذا اللقاء يسرني أن يكون معنا المعلم السابق الأستاذ عبد الكريم خلف الأحوازي. أستاذ عبد الكريم، حياكم الله وأهلا وسهلا بك. حياتي يا باصيل، أنا مرحبا بك وشكرا لك، وطبعا كاد قناة وصار. في البداية مشاهدي الكرام، وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، نعرض لكم الجزء الأول من تقرير المدارس الذي أعده فريق البرنامج في قناة وصال، وكذلك فريق البرنامج الذين يتواصلون معنا من داخل الأحواز. المدارس في الأحواز. لكل شخص الحق في التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا، وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول في التعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. هكذا تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم تلزم الدول الأطراف فيها بوضع وتطبيق وتطوير سياسة تستهدف دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، وجعل التعليم الابتدائي مجانيا وإلزاميا. كما تعترف الاتفاقية بحق الآباء في اختيار المؤسسات التعليمية التي يلحقون بها أبناءهم اختيارا حرا، وبضمان التعليم الديني والخلقي لأطفالهم بما يتفق وقناعاتهم الخاصة. فكيف هو إذن شأن التعليم في الأحواز المحتلة، والتي وقع الاحتلال الجاثم عليها منذ 9 عقود على تلك المواثيق والعقود؟ يعاني قطاع التعليم في الأحواز مشاكل متعددة تنوعت ما بين غياب جودة التعليم والنقص الحاد في الكادر التعليمي للمواد العلمية الهامة كالرياضيات والكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء، ومشاكل في البنية التحتية كالبناء القديم للمدارس، إذ وصل الأمر إلى انهيار عدد من الصفوف في بعض الحالات. كما أن النقص في عدد الصفوف تسبب في حالة اكتظاظ وتكدس جعل الكثير من الطلبة يعزفون عن متابعة التعليم. نستعرض في هذا الجزء من التقرير مشكلة التمييز العنصري في توزيع المدارس على حسب الكثافة السكانية في الأحواز المحتلة
مقارنة بأربع محافظات فارسية أخرى، ليتبين حجم المرض العنصري المتغلغل في الماكينة الفارسية الصانعة للقرارات التعليمية وما يتعلق بها هناك. فبالمقارنة بين عدد سكان الأحواز البالغ 12 مليون نسمة، فإن عدد سكان محافظة أصفهان لا يصل إلى 5 ملايين نسمة، وكذا عدد سكان محافظة خراسان البالغ 6 ملايين نسمة. أما محافظة فارس فإن عدد سكانها لا يتجاوز 4.5 ملايين. فكيف كان التوزيع للمدارس في كل من تلك المحافظات؟ على سبيل المثال لا الحصر، الأحواز فيها 9000 مدرسة، فيها ما يقرب عن 43,000 صف دراسي، وعدد سكانها كما أسلفنا يفوق 12 مليون نسمة. محافظة أصفهان فيها 7,300 مدرسة، فيها ما يزيد عن 36,000 صف دراسي، وعدد سكانها لا يصل إلى نصف عدد سكان الأحواز كما هو موضح. أما محافظة خراسان ففيها 11,000 مدرسة، يتوزع فيها أكثر من 55,000 صف دراسي، وعدد سكانها كنصف عدد سكان الأحواز تماما. وبالنظر إلى محافظة فارس فإن فيها نفس عدد المدارس والصفوف في الأحواز تقريبا، بينما عدد سكانها أقل بكثير من نصف عدد سكان الأحواز. فهل يدرك العنصريون الفرس فداحة هذه الأرقام وما ستسببه من تدمير ممنهج للأجيال الأحوازية الصاعدة؟ كل هذه المشاكل وما سنستعرضه في الجزء الثاني من هذا التقرير، وهي مشاكل كبرى تتفاقم يوما بعد يوم، تشير إلى وجود مخطط منهجي لنشر الأمية والجهل في أوساط الشعب العربي الأحوازي، كما أن هذا الأمر يبرز وبشكل صارخ التمييز والتهميش الذي تمارسه دولة الاحتلال الفارسية ضد الأحوازيين. أهلا وسهلا بكم، أكرر شكري لمن ساهم معنا من داخل الأحواز في إعداد هذا التقرير، وكذلك لفريق البرنامج مجددا. ورحب بك أستاذ عبد الكريم. مرحبا بك أبا أصيل. في بداية أستاذ عبد الكريم، كيف كان تعيينك معلم في مدارس الأحواز؟ التعيين يعني في المدارس هو من بعد أنه أي شخص يأخذ شهادة الدبلوم يمتحن في الجامعات ويدخل، هاي يسموها امتحانات الكونكور، ويدخل الكلية، كلية التعليم، أو يدخل فرع خاص مثلا للفيزياء أو الكيمياء أو أي فرع آخر، فيدخل الجامعة. وهناك بعض الدورات موجودة للتهيئة المدرس، يعني المدرس لا في معاهد خاصة موجودة لتهيئة الدخول ليدرس مثلا بالقسم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي. كان عندك تخصص معين أثناء التدريس ولا يعني كنت مثلا إداري؟ لا تخصص معين. ما هو التخصص يعني حتى أشوف أنت؟ هي مادة العلوم، إحنا نسميها العلوم التجريبية. نعم، علوم طبيعية. ما شاء الله. طيب، في البداية نود أن نتحدث عن تواجد المدارس الخاصة والمدارس الحكومية داخل أرض الأحواز مقارنة بالمناطق الفارسية. طبعا في كل إيران، يعني أي قطر من الكردستان أو بلوتشستان، في هذا الأمر يعني ما يختلف في الأحواز أو في كردستان أو بلوتشستان أو في فارس أو طهران أو إصفهان، أو يعني في مدارس خاصة، وهذه المدارس يعني أي إنسان عنده الإمكانية مادة أنه يأخذ التصريح من وزارة التعليم والتربية ويفتح المدرسة. طبعا يجب على أنه هذا الإنسان هو مدرس أو يعني كان مدير سابقا في سلك المؤسسة التعليم والتربية.
هذه المدارس أيضا في الأحوال جدا ضعيفة، لا نقارنها مع المدارس الخاصة الموجودة في الأماكن الأخرى، هناك فرق شاسع. في داخل الأحواز مع الأسف فتحوا هذه المدارس كمحلات للكسب المادة، يعني كافي أنه الإنسان يدفع فيعطوه شهادة، وهذه مع الأسف الشديد مستواها في الأدنى، ولكن إذا نقارنها في داخل المدن الأخرى أو المناطق الأخرى الموجودة، لا، هناك مدارس خاصة لها إمكانيات ويعني يستفادون من المدرسين عندهم الخبرة وكل جدا ناجح. على كذا يعني المدارس الخاصة تقوم على التاجر، تقوم على رجل الأعمال الذي ينشئ هذه المدارس، يعني ما للحكومة أي علاقة في ذلك سواء كانت في الأحواز أو في غيرها؟ نعم نعم، لا ما في، ما لها علاقة. طيب المدارس الحكومية، المدارس الحكومية يعني طبق القانون أنه التعليم والتربية عفوا التعليم والتربية مجانا في داخل، يعني في القانون الإيراني التعليم والتربية مجانا، ولكن يعني إنشاء الحد هذه العام حسب يعني ارتباطه مع بعض الأخوة أنه نشاهد أنه ما يقارب 500,000 ريال إيراني طبعا تجبر العائلة أن تدفع، يعني هذه العائلة عندها دعم مادي، الشخص يعمل أم ما يعمل هو يأخذ من عنده، لأن هناك نقصان في ميزانية المدارس، وهذه صرح بها يعني أحد المسؤولين قبل فترة أنه في العام الماضي في داخل الأحواز أقل من 15% من الميزانية، ميزانية سنوية أي مدرسة يعطونها ميزانية سنوية، ويعني تم دفع فقط أقل من 15%، فوين يكون الضغط؟ يكون الضغط على العوائل. صح هي حكومية، ولكن مع الأسف طريقة التعامل مع أهل الطلاب هي بالواقع أصبحت أيضا هم باب رزق للنظام، يعني حتى المدارس الحكومية يأخذوا منهم أموال. نعم نعم، هي في القانون مجانا، وحتى تصريحاتهم أنه ما في إجبار للمساعدة، ولكن هو بالواقع إجبار، وأنا هذه مجرب، يعني كنت أيضا هم مساعد مدير إلى فترة معينة سنتين، وكان طالب يكون لازم يدفع هذا المساعدة السنوية. طيب الأسرة التي لا تستطيع أن تدفع ماذا تعملون معها سابقا؟ والله صار يعني حسب التجربة كانت بعض أو مثلا تخفيف يعطي مبلغ يعني جزئي، أو مثلا في مو بهذا الشكل اللي الآن اليوم في حاليا، سابقا أنا أتكلم معك 7 سنوات قبل في نوع من يعني انعطاف موجود، ولكن حاليا لما تتكلم مع بعض العوائل يقول لك مجبرين ندفع، لازم يعني اللي سابقا مبلغ 5,000 ريال شيء جدا بسيط، أو 2,000 ريال جدا بسيط، يعني حتى ما يوصل للدولار، الآن لا، مجبر العائلة تدفع 500,000 ريال إيراني. طيب أستاذ عبد الكريم، يعني بأدخل معك من من جانب يعني الشعور للمعلم العربي حينما يجبر أن يعلم طلابه من العرب باللغة الفارسية، كيف كان شعورك وأنت يعني تدرس هؤلاء العرب الأقحاح مجبرا باللغة الفارسية في التخصص الذي أنت متخصص فيه؟ أخي باصيل، يعني النقطة الأولى اللي يجب الإنسان أنه يشير لها هي حرمان الإنسان من تدريس لغته ولغة الأم، يعني هذا أي إنسان حتى أي مدرس
حاليا من الحوازين يسمع هذا الكلام هو في حين دخوله بالمدارس يحس هذا الظلم، يعني نوع الضغط اللي يصير على الطالب. كثير من الطلاب يتركون بالابتدائية بأنهم اللغة، اللغة الفارسية لهم لغة أجنبية، يعني يشوف نوع من الضغط عليه. وبعض الأحيان يعني تكون طريقة التدريس في بالبداية تكون قاسية عليه. فعندنا هذا العام، العام الماضي في الفلاحية عبادان وستوس ما يقارب 2518 طالب تركوا دراستهم. أنا أتكلم حاليا في العام الماضي، يعني هذا العام الدراسي 2518 طالب في ثلاث المقاطع الابتدائية والثانوية والمتوسطة. وهذه العدد يعني هو عدد اللي معطينا المسؤولين النظام حاليا في مؤسسة التعليم التربية. هاي ناتجة بأن نلاحظ هاي المدن عبادان والمحمرة والسوس والفلاحية، المدن اللي فيها قرى كثيرة، فهناك ضغط على الطالب. كثير من الطلاب عندنا يتركون دراستهم بسبب اللغة، يعني شاسع بين لغة الأم اللي في العائلة يتكلم بها واللغة اللي يعني يجبر عليها. طبعا لما نتكلم عن جبر في قضية التدريس، ماكو أرقام يعني أنه أنا أجيب شخص لازم تدرس، ما موجود هذا. ويقول لك أنه يجب كل إنسان لازم يتعلم وكذا، ولكن عدم وجود مدرسة عربية فالإنسان مجبر يعني يريد يتطور نفسه ويريد يدرس. هذه هو الظروفنا، يعني لازم الإنسان يقف هاي النقطة المهمة. عدم وجود مدارس عربية وتدريس لغة الإنسان بلغة الأم هذا الحق الأول وأبسط حق، أبسط حق للإنسان تعليم لغته. هذه هو بالواقع ظلم، وتبين إسلامية هذا النظام اللي تكلم في الإسلام. أما بالنسبة في شعوري لا دخول داخل المدارس، هو الإنسان أي كثير الآن من المدرسين العرب اللي موجودين داخل مؤسسة التعليم والتربية في تقريبا ما يقارب 20 سنة سابقة، هناك أعداد كثيرة من المدرسين ومن الكادر دخل هاي المؤسسة، كادر تدريسي تعليمي دخل مؤسسة التعليم والتربية في داخل الأحواز ولديهم هذه الخبرة. ولكن مع الأسف الشديد يعني إذا لاحظ في هذه المؤسسة كل المسؤولين اللي يتواجدون فيها هم من طهران أو إصفهان، وهؤلاء يعني طريقة تعاملهم حقيقة مو طريقة اللي كما نشاهدها في المناطق الأخرى. يعني من حيث التجربة أنا درست في يزد أثناء تبعيدي إلى يزد، وشاهدت أنه مسؤولين هذه المؤسسة في داخل يزد كيف يتعاملون، يعني كيف أنهم حريصين أنه يقدمون شيء لأبنائهم. والمسؤولين اللي يجون إلى الأحواز مثلا، يعني هل يعقل أنه إدارة التعليم والتربية في الأحواز تبني مستشفى في طهران؟ يعني عدم صرف الميزانية اللي تعطى لهاي المؤسسة في الأحواز، المسؤول اللي موجود ما يصرفها، يصرف قسم من عتها والباقي يعطيها إلى طهران لكي هو يلمع نفسه ويوصل إلى مدارج عليا بأنه كذا إدارة أو كذا مدير بنى مستشفى في طهران. أيوة. يعني بالواقع هو إذا موضوع هو موضوع احتلال واضح، ولكن هناك مظالم يعني ظلم مضاعف موجود علاوة على أنه احتلال. من حيث يعني أنواع السياسة يتخذوها
في كل المجالات. طيب من ناحية المباني أستاذ عبد الكريم، من ناحية المباني هل هناك فرق بين المباني الموجودة وتجهيزات هذه المباني داخل الأحواز وبين المباني والتجهيزات الموجودة في المناطق الفارسية، حكم أنك أنت أيضا درست في يزد وتعرف ذلك؟ المدارس يعني مباني المدارس وطبعا تختلف. احنا عندنا في القرى في الأقضية يعني في والمدن. إذا أريد المقارن يزد مثلا فاصلة عن الأحواز 22 ساعة، يزد في منطقة صحراء يعني ما فيها غاز إطلاقا، ولكن في المدارس في الشتاء تدخل هناك سيستم يعني هذا التدفئة موجودة، ولكن في الشتاء في الأحواز إطلاقا ما تلقى مدرسة فيها هذه التدفئة إطلاقا، وهي يعني تعرف يوميا 4 ملايين برميل يستخرج من الأحواز. أيضا أنا شخصيا درست في أطراف السوس، يعني الآن حاليا هي جزء السوس تسمى شاور، درست في مدرسة متوسطة هي صالونات يعني حديدية. بالصيف الشخص اللي يكون في داخل هاي المدرسة من بعد العطلة يخلي أقنامه داخل يعني الأقنيم داخل هذه الصالونات، وفي الشتاء تدرس طلاب قسم المتوسطة في هذه. وكان لي انتقاد حول هذا الوضع، وفي حضور أحد المسؤولين قال لا هذه صفوف يعني هذه شغلة استندارد. قلت له والله استندارد، وبالصيف حيوانات هنا يعني مواشي تتربى هذه. فهذه الفارق الموجود يعني تلقى بناء وتلقى لاتيد قايس مع أصفهان وطهران بعد صراحة يعني التمييز والعنصرية واضحة، لأن في أي صف تلقى تقريبا 22 طالب أو 25 طالب، ولكن بالأحواز أنا درست صفوف بها 55 نفر 50 نفر 45 نفر بعدم وجود يعني مدارس. أيضا بعض القرى عندنا يستخدمون الخيم يعني، وما في يعني قياس تتقايس من خلال المباني في فرق. أيضا لا ننسى المدارس أعطوها في هاي السنين الأخيرة، بناء المدارس أعطوه إلى شركات يعني خاصة، أي شركة تكون رخيصة يبني يعني يستعمل بعض المواد البسيطة طريقة الجزئية. أي مهندس أو أي شركة تعطي السعر القليل المناسب يتعامل معها، وهذه صار فيها سرقات وصار فيها صفقات، وما زال عندنا بعض الأماكن أنه في هذا المكان تكون مدرسة معينة، ولكن لحد الآن يعني ما في بناء لهذه المدارس. طيب أيضا معلش أستاذ عبد الكريم، أستاذ عبد الكريم بالنسبة يعني نخرج إلى محور مهم جدا، وهو موضوع استغلال الطلاب في الجيش وانضمامهم يعني الحرس الثوري الإيراني، هل هذا هو موجود في مدارس الأحواز؟ لا، في موضوع جدا مهم، وهذا صرح فيه المحافظ مقتداي يعني قبل 4 شهور 5 شهور تقريبا. في المدرسين في يعني في المؤسسة التعليم والتربية يعني ما يقارب 8000 مدرس يحتاجهم، وأسبوعيا 170,000 ساعة هاي عمل إضافي تبقى في المدرس، يأخذونها المدرسين. مثلا أنا مدرس
أخذ يعني حصتي في الأسبوع 24 ساعة متوسط مثلا، أخذ 24 ساعة أعمل مع المعلمين أو يجيبون معلمين من داخل الجامعات، طلاب جامعات الآن. هذا صرح شيء خطير، يعني أنا استقبلت أنه تكلمنا مع فيلق 92 للجيش في داخل الحرس، وتكلمنا مع الحرس، وهذا العام تجيب من هذه المؤسسات لدرسون مع المعلمين. يعني هو بسبب نقصان المدرسين يجيبون جنود بالواقع يسموها باللغة الفارسية أربعة تعلم، يعني مدرس جندي هو خدمة العسكرية العاملين في داخل هذه بالمقطع الابتدائي والمتوسطة والثانوية. هذا موضوع يضرب كيفية التدريس بالواقع. يعني ممكن كانوا آسف سابقا كانوا يستخدمون الجنود بالقسم الابتدائي والمناطق يعني البعيدة اللي فيها مدارس، يرسلون جنود واحد ويدرسهم مثلا في خلال هذه السنة ويخلص عسكريته، مثلا كل قرية بيها 10-20 طالب أو مثلا بعيدة. هذه الآن يردون يستخدموا، طبعا هم ما استخدموها سابقا ولكن بشكل أو آخر لأن كانت دورات لهم هذا الجنود. الآن لا، يريد يستخدم من فيلق 92 للجيش والحرس الثوري يعني الأمر هم يعني رفع النقصان للمدرسين، لأن كما أسلفت أنه صرحوا عتم في نقص ثمن في داخل الحواس. طيب بالنسبة للطلاب، هناك أندية صيفية وأنشطة دائما، يعني كما قرأتها في نشرة الأخبار بأنهم يستغلون في الحرس الثوري الإيراني، هل هذا صحيح؟ كل مدرسة فيها قسم هو يعمل في هذا المجال، عندهم ارتباط مع هي يسموها قسم ثقافية تعرف، ولكنما طريقة تعاملهم مع البسيج مع الجيش الشعبي ومع الحرس والآخرين، هذه هاي المجاميع تعمل على الطلاب وعلى المدرسين نفس الوقت. ويعني دائما هم مع الأسف الشديد يستطيعون هم أنه يتقربون للطلاب الشطار، الطلاب متميزين لهم عناية خاصة، متميزين نعم نعم من أجل استغلالهم يعني لمصلحة النظام، يعني في أي نشاط؟ طبعا في مصلحة النظام. يعني أنا في أحد الصفوف يعني تكلمت موضوع معين خارج الدراسة، يوم ثاني هذا الكلام يتكلمون في أحد الحسينيات، كان أيام اللي هذا الشيخ هشام كان موجود الصيمري، ومن ثم قال لهم هذا كافر وصدام وإلى آخره. يعني الطلاب اللي كنت أدرسهم أنا هم اللي ينقلون هذا الكلام، لأن هم قالوا ندرس عند هذا الشيخ في كذا حسينية أو كذا مسجد، هذا موجودة، هذا في كل مكان موجود في داخل الأحوال كل المدارس. وأيضا بين المدرسين في هناك عناصر أيضا هم يعني أي مدرس يكون من ضمن البسيج الرتبة وحتى الراتب ماله والدرجة في داخل الأحكام اللي يرسلوها إليه شوي تكون تختلف معي عن المدرس العادي. طيب هل هناك مثلا أساليب ممنهجة من قبل دائرة التعليم في إيران للتحريض ضد الحكومات وأيضا ضد أهل السنة بشكل خاص؟ يعني هل هذا موجود في وسط المدارس في القاعات القاعات المحاضرات؟ موضوع أهل السنة يعني قبل 7 سنوات أبو أصيل، الآن ممكن تختلف الوضع. أنا صراحة يعني لأن بعيد عن الساحة هاي السنين الأخيرة،
أعرف، ولكن نشاط الآن في شكل نشاط سني وموجة يعني في داخل الأحواز أعرف. 00973 77 كيف يتعاملون مع المدرس السني مثلا؟ لأن سابقا أنا عندي صديق ورجال يعني هو سني من أيضا من أبناء السوس في أحد القرى يسكن، فنقلوني من مكان يعني هو النوع من التبعيد أيضا من خلال من بعد ما رجعت من نيز، فودوني على أطراف الدسفول والسوس، وصادفت مع هذا الإنسان. هذا الإنسان كان بالواقع يعني هم نفس المدرسين والإدارة اللي كان في تلك المنطقة زاوينة، يعني ما مخلينا يروح يدخل الصف ويدرس، لأن هو مدرس عربي وقرآن، مدرس قرآن احنا نسميه مادة القرآن والديني أو الدين، وهو مدرس هذه المادة. هذا الرجال جابوه قالوا تخليه وياك معاك بالمختبر، يا ريتهم إذا يسمع صوتي يعني سلامي إلى الأخ محمد، بالواقع هو إنسان طيب محمد كعبي في أطراف السوس. فهذا الإنسان ما يعرف، قال لي يا أخي أنا مدرس عربي وقرآن وكذا، أنا بناك كان أنه عنده نشاط سياسي معين أو كذا، قال لي لا يا أبا قضيتي بالبداية كانوا مخرجين يعني من العمل فاصلين، ومن ثم من بعد ما رجعوا العمل يعني جابوا درجة أقل من التدريس. يعني كانك تقول يعني مثلا محضر مختبر. نعم نعم، محضر مختبر من يدخل يجي المدرس بالمختبر هو يجهز الشغلات. فكان يعاني هذا الإنسان، هذا يعاني مو بس يعني من المسؤولين أبا أصيل، هذا يعاني حتى من المدرسين، لأنه يومية يسمع ألف مسبة، تعرف من يدخل في قاعة بعض المدارس عندنا في الأحواز، هاي مدرسة لأن هي بين قرى عدة، فيجوا الطلاب ينامون فيها يعني فيها خدمات أكل وكذا. هذا الرجال كانوا يقولون لا تخلونا يأكل معاكم لأنه نجس، يعني تعرف هذا بسبب أنه سني. هذا كان أنا مشاهدة يعني لامس هذا الأمر من قريب، ولكن الآن سيد عبد الكريم أنا معلم مثلك ومعنا في مدارسنا الآن شيعة ويأكلون معنا ويفطرون معنا ويعني نتحدث مع بعض، وليس هناك أي تمييز يعني من قبل إدارة المدرسة، وليس هناك أي حديث يعني تجاه هؤلاء. يعني ما أدري ما هي الأشياء التي دعتهم لمثل هذه الوحشية أباصيل؟ يعني أثناء كانت عندي دورة في شيراز مدن أحد مدن إيران، فكانوا مدرسين يعني دورة للمدرسين من بلوشستان من الأحواز من كردستان مناطق مختلفة، عادة اللي يجوا من بلوشستان وكردستان سنة، يعني نظام صراحة هذه النقطة جدا، هو يتكلم عن الأمة الإسلامية ولكن في المؤسسات هذه المؤسسات أنه ترى التمييز والعنصرية تجاه الآخرين الديان الأخرى أو المذاهب الأخرى والشعوب الأخرى يعني في موجود واضح. فكان هذا المدرس يدرس حول الخلفاء، فهو بدأ بالخلفاء، بدأ بالخلفاء فأهان الخلفاء، فكان الاحتراز. أنا أتذكر أنه أنا احترضت مع أنه أنا أنتمي إلى عائلة شيعية، احترضت بأنه أنت ما احترمت الخلفاء وتاريخهم وما احترمت الطلاب الموجودين وهم سنة يعني. طيب بعدين هو أبو عسل معلش أنا بقاطعك أبو عسل، مناسب نكمل الأحد القادم إذا شاء الله عز وجل هذا الموضوع إن شاء الله. طيب إذن بإذن الله عز وجل مشاهدي الكرام سنكمل وإياكم مع الأستاذ عبد الكريم خلف يوم الأحد القادم عن هذا الموضوع، وأيضا لدينا جزء ثاني من التقرير
عن هذا الموضوع. اليوم عرضنا لكم الجزء الأول، الجزء الثاني سنكمله إن شاء الله يوم الأحد القادم، وسوف يكون هناك تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. وأي شيء لدى الأحوازيين المتابعين يحاول التواصل معنا عن طريق الإيميل أو عن طريق الواتساب، وأشكر كل من تعاون معنا هناك في الداخل. مشاهدي الكرام، من أجل يعني مواكبة ما حصل في ما يحصل في الأحواز، اليوم حصل غبار كثيف على أرض الأحواز، وحينما يحصل مثل هذا الغبار نتذكر بأن بإذن الله يعني بين ثنايا هذا الغبار الخير الكثير، تسوق السحب، تجري بالسهم في الماء، تكون سبب بإذن الله عز وجل في لقاح الأشجار. تذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني شاهد مثل هذه الرياح يخشى من عذاب الله عز وجل، وكان من دعائه اللهم لا اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريحا. نشاهد هذا الفيديو الذي وصلنا اليوم من أرض الأحواز. اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. ايضا يعني هناك حدث حصل على ارض الاحواز، وحقيقه هو يعتبر هجوم وحشي للاحتلال الفارسي على اعتصام سلمي للاحوازيين في مدينه الصناعيه في حي الكوره، وكانوا يعني يشتكون من البطاله، وكان هذا الاعتقال بعد هذا الاعتصام السلمي بسبب يعني لقمة العيش وليس بأي سبب سياسي. نشاهد هذا الفيديو. لا حد يوقف، ما في ضمير سرقة اليوم. نعم، هناك غير بومي على الشمال ولا بنزلت حق واحد سنتين. ما خسر، بيع بيع واحد نفر، واحد نفر يروح، واحد نفر، واحد يا خذ البيع، واحد بعد انا شايف بيبيع. زيد شيء بسيط مما يكون في الأحواز، لهم الله. طيب، طبعا نشكر كل من اشترك معنا في جوال يدعون إلى الخير، وأيضا وجدنا بأن هناك رسائل تحذر من جوال يدعون إلى الخير. يعني لا نعلم هذه الرسائل التي أرسلت على الجوالات، يحذرون من جوال يدعون إلى الخير، وبهذا التحذير زادت عدد الاشتراكات. يعني هناك أناس لا يعرفون الجوال ولا يتابعون البرنامج، ازدادت يعني أضعاف الذين كانوا لدينا. فنشكر من أسهم في التحذير من الجوال اللي جاب لنا الكثير من الأحوازيين واشتركوا معنا، ولنا تجربة يعني لنا سنة كاملة مع الأحوازيين الذين يتابعون مثل هذه الرسائل. يعني ليس هناك أي نشاط سياسي، كلها للعلم والتعليم فقط. فيسعدنا ويسرنا أن يشترك معنا
الأحوازيين من الداخل والخارج، يجينا اشتراكات من اليمن ومن العراق ومن بعض الدول الأخرى، نقول بأن هذه الخدمة هي متاحة فقط للأحوازيين من الداخل والخارج. هذه الصورة أمامكم الآن، نتمنى أن ترسل كلمة اشتراك إلى هذا الجوال عبر الواتساب وتحفظ هذا الرقم حتى يصلك بإذن الله عز وجل الرسائل اليومية وأيضا الفتاوى والبرامج التعليمية والمقاطع الصوتية وكل إن شاء الله ما يعني يتمناه ويطمح إليه الأحوازي المحروم من العلم والتعليم، وهذا هو بديل لا بد أن نستفيد منه، ولا بد أن نتحقق أيضا من كل معلومة أو فائدة تأتينا على ميزان الكتاب والسنة. وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام إلى نهاية هذا اللقاء، ألقاكم بمشيئة الله عز وجل يوم الثلاثاء القادم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.